أشرف اليوم اللواء عبد الله غني هامل المدير العام للأمن الوطني على افتتاح الملتقى الوطني حول الاتصال الأمني ودوره في التوعية الأمنية بالمدرسة العليا للشرطة علي تونسي، وهذا بحضور عدة مداخلات من طرف دكاترة وأساتذة جامعيين حول الأخبار المغلوطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتهديداتها. التغطية كانت لوليد مهاجري. هذا اللقاء الذي يكرس إحدى آليات التواصل المؤسساتي مع التزامنا بمواصلة تقديم الخدمات لفائدة الإعلام الوطني في إطار نظم المرفق العام وتعزيز علاقة المواطن بشرطته، ولا يمكنني في هذا المقام إلا أن أعرب لكم عن امتناني وعرفاني إن تدعيم هذه العلاقة يقتضي لا محالة انسجاما بين رجال الشرطة وكافة الأجهزة الإعلامية الوطنية، وهو شرط لا بد منه في أي عمل كان، خصوصا إذا كان هذا العمل يهدف إلى خدمة الوطن والمواطن. إطار مناقشة هذا الموضوع باعتبار أنه من التحديات الأمنية في إطار أنه يهدد ما يسمى بالأمن الفكري ويهدد كذلك ما يسمى الأمن الاجتماعي من خلال كذلك الترويج سواء كان للمعلومات المغلوطة أو في إطار كذلك أن شبكات التواصل الاجتماعي التي تختزل المسافات وتختزل كذلك الجغرافيا وتختزل عامل الوقت، يجب أن تكون هنالك درجة من الوعي ودرجة كذلك من الإدراك والقدرة على التعاطي مع هذه التكنولوجيا المتقدمة. على الصحفيين الدقة والتأكد وعدم الانسياق وراء الأخبار اللي غير متأكد من مصدرها، والاستعانة بخبراء المعروفين والمعتمدين، يعني اللي عندهم صح خلفية علمية. طبعا ذكرنا في السياق بأن هدت أكبر ديمقراطية في العالم هي الديمقراطية الأمريكية، أصبحت إشاك، أصبح المواطن الأمريكي ينظر بعين الريبة لفوز الانتخاب، لفوز الرئيس الحالي، وهذا مؤشر